بكم عندنا اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم فلو كراميل اللي تيجي بارد وتيجي زوين في هذه المناسبه ديال الصيف بسلامه جاي وتنبغيو نفرحوا به راسنا ووليداتنا. عندي في هذه المقادير ديال الكراميل كاس ما كاملش ديال السكر الحبيبات سنيده، وعندي ربع كاس ديال الماء. انا قيتاش انا تنطيب الكراميل مع السكر والماء قد قد، ما تنخليش ما تنكملوش غير هكا، تيجي شي شويه مر وتيجي فيه شي حبيبات اللهم تنديرو انا وتيتعقد راسو. تندير فيه معلقه ديال العصير ديال الحامض، ومن بعد ان شاء الله منين بنقادو غادي نديرو فهاد اللي باغي اللي عندي انايا، فعندي غير الطاسات هكذا دايرين تبيصلات زليفات ولا كي تنقولو لهم ما كاملينش عندي، غادي نكمل بعدو راه ما تخافوش منهم واجدين دابا ما نخافش منهم، راه غادي نديرهم وما غادي يترتقوا وراه غادي تشوفوا الطريقه. الكراميل ديالي بعد الطب هو هذا، ما تيتعدى حتى 5 دقائق فوق البوطه. ها انت كيفاش تيجي؟ تيجي تبارك الله وصلت على النبي، واقف وزاقي ما مر ما حر ما حتى شي حاجه، ما تتجي فيه لا ديك الكرميله اللي تيكون تحجر لينا ولا تيجي حار ولا حتى شي. هكا كيفاش تيجي؟ انا تنديرو انا ديريكت هكا مع الماء، ما تيقوبيه ما تيعذبك ما والو، ديري به اللي بغيتي. تقدري ديري به دوك الخيوط اللي تنديرو ديال الباتيسري، ديري بزاف بزاف ديال الحوايج اللي هما تيقدروا يداروا. ها هو تيجي كله هو في القاعه ديال الطبيصلات تيبقى هكا، راه واخا هاد الدجاج راه ما تيترسو ما والو، وانا راه تنطيبو من فوق هادي، وغادي منين بنطيبو غنوريكم كيفاش. المقادير ديال لاباري ديالي ديال فلو كراميل اللي هما فيه 4 ديال البيضات هرستهم على ود باش نربحو شي شويه الوقت، واللي فيهم كاس الا ربع ديال سنيده. ها هي اللي فيهم كاس الا ربع غادي نسوسو مازال هذاك، وواحد شويه ديال النسمه ديال الزهر ما تنكثرهاش شويه، وتنعاود ملي تنطرب انا هاد الشيء مزيان اللي تا يتخدم لينا مزيان، تندير 4 د الكيسان كل بيضه في كاس الحليب، 4 د الكيسان من هاد الحجم صغير ما كاملينش ما عامرينش بزاف، كل بيضه راه تنديرها في كاس ديال الحليب، وتنطرب مزيان هاد الخير مزيان حتى تيطرب حتى تيتخدم لينا مزيان. ملي تنعمرو في لي بيغين تنعمرو في دوك لي بيغين حتى راه ما تيفيدو ما والو، تنعمرهم حتى لهنا. تندير في هاد الصينيه الماء طايب وتنردها فوق غير فوق العافيه، ما تنديرهاش في وسط الفران، تنطيبها غير فوق الفران وتنغطيها بشي صينيه اخرى وقاغيط هو الاول وصينيه اخرى، وتنخليها اللي حتى تنخشي فيها الكوردون داك العود، وتنجبدو اللموس ولا شي حاجه تلقاه راه ما تيهز ليا حتى شي حاجه. هذا كراميل صحي ما فيه، هذا الفلو ديسير صحي ما فيه مواد حافظه ما فيه حتى شي حاجه، يتكال لمده يومين يبقى في الثلاجه لا غير. ان راه حاش البيض ما تنخصناش نخليوها تعاود تعطل في الثلاجه، الله يرحم بها الوالدين. باش انا تنقول لكم شي حويجات اللي هما تيخص يكونوا يستعملوا من كان في دارو، الله يجازيكم بخير ويخلي لكم وليداتكم. ها انت راه غادي ندير 4 د الكيسان د الحليب هنايا، اللي غادي ندير لدوك 4 د البيضات، كل بيضه عندي فيها كاس، ها كل بيضه عندي فيها كاس د الحليب. ومن بعد ملي نطربهم غادي ندير هاد المغرفه كل وحده نعمر هادي حتى لهاد القند ديال الزليفه، وغادي نردهم في الماء الطايب راه دايره دا الماء البطاطا يطيب، وغادي نردهم ونخليهم اللي حتى يطيبوا تقريبا مره مره، نجي نقلبو مره مره، راه هو ساهل سريع الحمد لله. تردق على نسلك وتردق على المسائل ديالك وتقديه وتقدمي في طبلتك وبالصحه والراحه غادي تشوفي كلشي. السلام عليكم ورحمه الله. طريقه البلا ديال الفلو هي هذه اللي انا قدمت لكم بالتفاصيل ديالها كامله، راه ما زدت ما نقصت في هذا الخير هذا. هادو تيجيو هكذا فهاد الزليفات راه تيجيو معتبرين وتيجيو لذيذين، تقدر تحطيهم هكا في الطبله ديال الفرا ديال المناسبات، تحطيهم في الطبله ديال الضيافين ديالك. ها اللي سميتو كيفاش داير الا طاب تيجي هكذا لذيذ مع دوقت منو الدريه وداكشي، راه داكشي اللي درت فيه لا في مواد ديال السكر في داك الكاس السكر، داكشي كله هما المقادير اللي نتوما شفتو قدامي الله شهد عليا، هما اللي كاينين في هاد الخير هذا في هاد البلا هادي. نتمنى تاخذوا هاد الخير ونتمنى ان شاء الله تقدموه كيف ما انا حطيته لكم، غير شرط واحد الا بغيتي ديريه في الفران راه تياخذ لك، كاين اللي تيديروا في الماء الطايب في البلا هكا في الماء الطايب الباغ ماغي، لكن راه تياخذ شويه الوقت، راه تياخذ لك مده 40 دقيقه للفوق، الا درتيه فوق البوطه تياخذ حتى 5 دقائق 6 دقائق، لكن تنقص ثاني عاود البوطه باش ما يولي مفلقط لك البيض اللي تنقولوا حنا تيتفلقط ما باقيش تيكون تيولي خاسر بحال لا شي حليب اللي خاسر. ما انت دابا ها انتي ها انتي ها شتي كي تيكون ما تيدير الا نيت ما حاولتي باش تنزليه هكا، الا بينا نخويو تنزلوهم هكا طبيصلات هكا 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 يا ربي يا ربي، تندير ليه هكا في الطبيصيل جبت الطبيصيل ديالي تندير ليه هكا، ها هو قدامكم
او راه شاهد، الله شاهد براقب، هانتوما شاهدين كيفاش تتكون النتيجه ديالو. ما تيلصق لك لهنا، هاد لاصوص تنكبوها هكا وتيجي لينا الفلو ديالنا هو هذا. وبالصحه والراحه للجميع، وتمنيت يلقاكم هذا الخير في كل وقت، وفي الخير والسعاده، وفي الافراح لوليداتكم وحبابكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمنيت منكم تبارطاجيو هذا الخير مع احبابكم ومع اهلكم، وديروا لنا لايك وديروا لنا ابوني. والى اللقاء في الفيديو الاخر ان شاء الله.